وضعك في الصورة غايتنا. ياسين نرحب بك معنا. المجموعة السادسة وقع فيها المنتخب المغربي إلى جانب بلجيكا، ثالث مونديال 2018، كندا الظهور الثاني بعد عام بعد مونديال 86، بالإضافة إلى كرواتيا وصيفة بطلة العالم. هل مجموعة متوازنة للمنتخب المغربي يمكن أن يفعل فيها شيء، وكيف ينظر الشارع المغربي لهذه المجموعة التي ربما قد تكون مجموعة يمكن أن يقدم فيها المنتخب المغربي الشيء الكثير، خاصة أول مباراة ستكون أمام المنتخب الكرواتي الذي لم يكن كما كان في عام 2018 منتخب كرواتيا؟ أهلا بك إسلام. صراحة هناك الكثير من التفاؤل في الشارع المغربي، من نقاد، من صحفيين، من متابعين، محللين، وحتى جماهير. الجمهور المغربي سعيد بالقرعة على أساس مواجهة منتخب كرواتي كما تفضلت، ليس بالمنتخب الذي لعب مونديال 2018. المنتخب البلجيكي منتخب المواهب، منتخب قوي جدا، منتخب مرشح للفوز باللقب، ثم المنتخب الكندي. إذن بالحكم يعني على قيمة المنتخب المغربي، قيمة الأسماء في المنتخب المغربي، قيمة نجوم المنتخب المغربي، الجميع هنا يثق في إمكانيات أبناء وحيد خليلوزيتش للذهاب بعيدا في الدور الأول، تجاوز الدور الأول والذهاب بعيدا في المسابقة. لكن لا ننسى أن كل الانتقادات وما يروج حول المنتخب المغربي في الآونة الأخيرة، استبعاد مجموعة من اللاعبين، غياب مجموعة من الأسماء، وصراحة الجميع يؤكد من العيب بالنسبة لمنتخب مغربي يتوفر على زياش، يتوفر على مزراوي، يتوفر على حمد الله نجم الدوري السعودي، ألا يتم الاعتماد على هذه الأسماء لأنها تعتبر أسلحة مهمة جدا في الشق الهجومي، في الشق الدفاعي، وستتيح حتى للمدرب وحيد خليلوزيتش فكرة تدوير، ربما أو فرصة تدوير الفريق بشكل أفضل، والحلول تكون متوفرة بشكل أفضل. إذن الجماهير المغربية أكيد هي متفائلة بمستقبل المنتخب المغربي في مونديال قطر، وتثق بإمكانيات الأسود للمرور للدور الثاني على الأقل. نعم أستاذ محمد، مجموعة ربما جيدة للمنتخب المغربي نوعا ما، لكن مجموعة السهل الممتنع دعنا نقول عن هذه المجموعة. المنتخب البلجيكي ليس كما كان المنتخب البلجيكي، فريق تقدم في السن، المنتخب الكرواتي كذلك هو الحال لهذا المنتخب، منتخب كندا يشارك للمرة الثانية. أمان المغرب قائمة في هذه المجموعة، نقول بأمانة ناخذ منتخب بمنتخب. المنتخب الكندي أنت تقدر عليه، لأنه دائما 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 أي ممثل للكونكاكاف ليس بذلك لا يمثل ثقلا واضحا. الآن بالنسبة إلى بلجيكا وكذلك كرواتيا، بلجيكا ثالثة العالم 2018 وكرواتيا ثانية العالم 2018. نعم. نظريا المهمة صعبة، ولكن لنأخذ الشق العملي تحديدا، بلجيكا صحيح لم تعد مستواها بالشكل الذي كانت عليه من قبل عام 2018، هبط مستوى فيتسل، هبط مستوى الأخوين طبعا أزار، وكذلك حتى بالنسبة إلى أكثر من لاعب في المنتخب، قلباء الدفاع فيرمالين و أيضا تقدما في السن، لم يعد حتى لوكاكو نعلم تماما أنه يمر بحالة غير مستقرة. ودليل ما فعله منتخب اليابان أمام منتخب بلجيكا في هذا المونديال. تمام. نعم. الآن بالنسبة إلى المنتخب هذا البلجيكي، أيضا هي الحال بالنسبة إلى المنتخب الكرواتي، أكثر من لاعب، من بروزوفيتش يعني صنع ألعاب الفريق مودريتش، وبروزوفيتش لاعب الارتكاز، أفضل لاعبين في الفريق، تقدم في السن ب 34 و35 و36 سنة ومعظم لاعبين. نعم. ولكن ربما تقول أيضا الخبرة تلعب دورها بالنسبة إلى المنتخبين البلجيكي، أو حتى بالنسبة إلى ليس هناك مهمة سهلة لأي منتخب، ولكن الأمل مطلوب يعني موجود بالنسبة إلى المنتخب. نعم. المغربي أن يضرب ولو أحد المنتخبين الأوروبيين على أساس أنه يضرب كندا أمر شبه مفروغ منه. نأمل كما قال خليلوزيتش تماما لن نأتي إلى قطر من أجل النزهة. نعم. هذا ما قاله بالحرف الواحد من بعد إجراء عملية. نعم. القرعة. أعود إلى الدار البيضاء مرة أخرى ياسين معرش. ياسين نتحدث عن المنتخب المغربي 8 أشهر على بداية المونديال، ماذا يتوقع أن يغير وحيد خليلوزيتش من تشكيلة في المنتخب المغربي في ظل الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الماضية؟ ماذا ينتظر في هذه الأشهر الثمانية من هذا المدرب؟
صراحة ما يتوقعه الجميع وما يريده الجميع، أولا استعادة النجوم المنتخب واستعادة كذلك اللحمة بين النجوم المنتخب، عودة زياش هو مطلب أساسي بالنسبة للجماهير المغربية، عودة مزراوي الذي يعتبر ظهير أيمن وحل على المستوى الدفاعي والهجومي وإضافة نوعية بالنسبة للمنتخب المغربي، ممكن من الممكن أن نرى كذلك حمد الله عبر الصق، حمد الله مهاجم قناص، مهاجم بإمكانيات كبيرة ومهاجم لديه ربما فك الشفرة للدفاعات. إذن بالنسبة لمجموعة من الأسماء ونجوم المنتخب يجب أن تعود للمنتخب الوطني، لأن ذلك سيجعل الجميع يلتف حول المنتخب المغربي. هناك الوقت صراحة لأن نتابع بشكل متواصل مجموعة من الأسماء تتألق على المستوى الأوروبي، الأهم الحفاظ على التوليفة، الحفاظ على نواة المنتخب، ثاني شيء أن تكون هناك المردودية الجيدة من جانب نجوم المنتخب مع أنديتهم، وهذا أمر ينعكس بشكل إيجابي على المنتخب الوطني خصوصا قبل أشهر من المونديال، وكذلك لا ننسى مباريات إعدادية في المستوى الكبير، منتخبات ممكن أن تشكل تحديا كبيرا على المستوى الأوروبي، ممكن نتابع مباريات أمام منتخب صربي، مباريات أمام منتخب ربما المنتخب الفرنسي، وحتى مباراة ممكن أمام المنتخب الأمريكي أو المنتخب المكسيكي، إذن مباريات أمام منتخبات تشبه بشكل كبير طريقة لعب المنتخبات التي سنواجهها إن شاء الله في مونديال قطر. نعم يعني صدق. أؤكد هذا الكلام، لاعب المغرب حتى الآن ضد كندا وهي الحلقة الأضعف في المجموعة ثلاث مباريات، آخر مباراة كانت في أكتوبر 2016 4-0 للمغرب، هدفين لحكيم زياش، حتى أؤكد أنه وجود حكيم زياش إن شاء الله يرجع للمنتخب لأنه ورقة رابحة بكل معنى الكلمة. نعم. أكرر، سجل هدفين في مرمى كندا قبل 6 سنوات تحديدا في أكتوبر 2016، ويبقى أنه إذا ما تخطى كندا يبقى أن يسجل مفاجأة لأقول بأمانة إن على حساب المنتخب البلجيكي أو على حساب المنتخب. نعم، تسلسل المباريات المغرب كرواتيا، بلجيكا المغرب، ثم كندا المغرب، وبالتالي هناك فرصة للمنتخب المغربي بالتعويض، خاصة المباراة أمام كرواتيا والثانية قد تكون صعبة أمام المنتخب البلجيكي. لا يوجد مباراة سهلة حتى أمام كندا، صحيح أنت فزت عليها وديا في آخر مباراة بالأربعة وحكيم زياش أكرر ما سجل هدفين، ولكن أتصور موضوعيا أنت أفضل من كندا وما عليك إلا أن تزيح أحد المنتخبين الأوروبيين الآخرين. نعم طيب ياسين، هناك يقال بأن المنتخب المغربي هو جاء من في مجموعة تعتبر في دعنا نقول في المتناول مجموعة أسهل من بقية المنتخبات العربية الأخرى سواء السعودية أو حتى قطر وحتى كذلك المنتخب التونسي. بالفعل حظ المنتخب المغربي صراحة أفضل من حد المنتخب التونسي أو المنتخب السعودي وحتى المنتخب القطري، وبالتالي يعلم الجميع وحتى كل العرب يعلمون أن المنتخب المغربي في حال كانت البداية والخطوة الأولى صحيحة جدا بإمكان أن يحمل أمال الكرة العربية وأن يذهب بعيدا. لا ننسى مونديال 86 أول منتخب إفريقي والمنتخب الذي حقق المرور للدور الثاني ومتصدرا للمجموعة على حساب منتخبات قوية، البرتغال على سبيل المثال، المنتخب البولندي. إذن المنتخب المغربي من عادته أن يحقق إنجازات كبيرة خصوصا في المواعيد والمحافل العالمية. الآن الكرة في مرمى المنتخب المغربي، الكرة الآن في مرمى أو في ملعب الجامعة الملكية المغربية ووحيد خليل وزيش لتدويب الخلافات مع اللاعبين. قيمة زياش هي قيمة ثابتة في المنتخب المغربي، حضوره إضافة نوعية وإضافة كبيرة لأسود الأطلس، وبالتالي الجميع يطالب بحضور زياش في المنتخب المغربي ومع أسود الأطلس، وهذا ما نتمنى. إذن هناك آمال مغربية في المنتخب لكن هناك آمال عربية، لأن المجموعات بشكل عام وحظوظ العرب في القرعة كانت ربما ليست في المتناول، مباريات صعبة، مجموعات صعبة، منتخبات قوية ومنتخبات عالمية، ونتمنى أن يكون المونديال العربي يشهد تألقا عربيا سواء المغرب أو قطر أو تونس وحتى السعودية، وتكون الفرحة عربية إن شاء الله من الخليج إلى المحيط. لا يمكن أن نقول أن المنتخب البلجيكي منتخب مرشح في هذا المونديال، المشاركة 14 مع هذا المدرب بيرتو مارتينيز، ووصل إلى ربع النهائي في آخر بطولتين، منتخب دائما مرشح لها، لا يمكن اعتباره مرشح في هذه النسخة، لكن
كما ذكرنا قبل قليل ليس هو من المنتخب البلجيكي الذي كان في مونديال 2018 وليس في السنوات الماضية. لنعترف العناصر الجديدة مشهورة لا توجد على الإطلاق، عناصر جديدة تقول على أنه يمكن أن تصلح الوضع، يعني يكون عندك مجموعة من الوجوه الجديدة بالإضافة إلى المخضرمين وعددناه عددنا أكثر من واحد بقيادة المدافع فيرمالين بالإضافة إلى خط الوسط فيتسل، حتى فيتسل بالنسبة إلى مع بروسيا دورتموند لا يقدم الكثير هذا الموسم، والشقيقان هازار ليس بالخطورة التي كان عليها من قبل، وكذلك الحال بالنسبة إلى فيرمالين أو حتى بالنسبة إلى كارفسكو الجناح الأيسر. على هذا الأساس نقول أنه لا أتصور على أنه يقدم نتائج ويحقق نتائج كالتي حققها في المونديال الروسي قبل 4 سنوات. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا يشتركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلهم الجديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العاده نتشوفوا في فيديو جديد، وديما مغرب.